مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نطيبوا مع بعض من مدينة تلمسان الطبق اللي هو نبطن بالكفتة، أي نبطن باللحم مرحي كما راكم تلاحظوا معنا. وعندنا القريوش اللي معروف بزاف في المنطقة تاع تلمسان، في مدينة تلمسان القريوش عندنا يعرفوه كامل الناس كيفاش نعملوه وكيفاش نحضروه. عندنا نحتاج رطل تاع الفرينة، نحتاج مغرف واحد تاع السكر، جلجلان يكون عندنا مقلي ومطحون حوالي زوج مغرفات، الخمارة الكيماوية حوالي نص باكي خمارة كيماوية وشوية تاع لافاني للذوق. هنا نحتاج حوالي 75 غرام تاع زبده، زبده تكون عندنا ملينه. نرفدوا الخميره اللي كنا خمرناها كي اليوم، عملنا شويه تاع الفرينه وعملنا شويه تاع الملح والخماره، اي تاع دي نخمروا بها الخبز، وعملنا عجناها بالماء وخليناها الليل كامل تخمر. اليوم راها صبحت لنا خميره نعجنوا بها هذا القريوش، ضروري في هذا القريوش نعملوا الخميره. القريوش يتطلب علينا هذه الخميره اللي نكونوا حضرناها كي اليوم. طبيعه